قلتي لي ان انت نص اسبوعك في التمرين، النص التاني في على العربيه. بتشوفي ولادك امتى؟ مش عايزه اقول لحضرتك ان هم بيسهروا مخصوص عشان يقعدوا معايا. انت بترجعي البيت تقريبا الساعه كام؟ انا لما بكون على العربيه بروح حوالي بعد المغرب. يعني مش متاخر؟ لا لا مش متاخر قوي، لكن لما بكون في الشغل بروح حوالي الساعه 9:30 10. لما تكوني في القصر العيني؟ لما بكون في القصر العيني، لان انا بسلم والدتي. يعني ما بنسلم وكده تبقى الساعه حوالي 9:30. معقول يعني اليوم؟ أوه. معقول. بالظبط. بس بتنزلي امتى بقى؟ انا بنزل الصبح بدري، بنزل على حوالي 6:30. 6:30 عشان والدتي الساعه 8. ترجعي ميتة بقى خالص؟ خلاص جايبة. كنت بتذاكري لهم امتى طيب؟ بقعد وبذاكر معاهم، ولما بيكون في أي حاجة عايزين يسألوني فيها بيسألوني في التليفون، وبحاول إن أنا أركز معاهم وأجاوبهم. طب أنتِ ما اتجوزتيش تاني؟ لا اتجوزت. اتجوزتي تاني؟ اتجوزت، بس مش قرار خدته بسرعة، قرار خدته بصعوبة. بعد فترة يعني؟ بعد تفكير، بعد تفكير كتير كمان. كان شرطي عليه إن هو لوحده وأنا لوحدي. هو عايش في بيت وانتي عايشه في بيت. عشان دايما يعني الولاد باباهم بيتحملهم بالعافيه، بالتالي جوز امهم مش هيتحملهم. يعني هيبقى في نقاش وفي نهار وفي مثلا الولاد كبروا معاكي بنت كده، الواحد عايز يبقى حر في بيته. بالظبط كده. طب بس الراجل رضي لما قلت له بيحبهم؟ هو بيحبهم، هم بيحبوهم، بينقروه زي القط الفار، بس بيحبوه. لا اكيد لو هو كويس. انا ما بزعل انا وهو كتير، ما بقاش عايزه ارجع له، والله هم اللي بيقعدوا يقنعوا فيا ارجع له. شايفينك يمكن مبسوطه معاه يا ماما؟ عشان خاطري احنا خلاص خلصت، رغم نقار يا ماما، بس احنا اتعودنا عليه خلاص. بس هو انت عندك وقت تنبسطي يا النيرس كريمه؟ لا كل ده بين الشغل وبين لا والله ده هو انا بحس كتير ان هو مظلوم. يعني مظلوم كتير كتير مظلوم، بس انا كنت واضحه وصريحه من الاول ان انا حياتي مش فاضيه. لاوله شرط اخره نور. بالظبط، عشان ما بقاش حاسه ان انا شايله ذنب من ناحيتي. لا احنا هنشيل ايه ولا ايه؟ بالظبط. خلاص بقى حضرتك. فهو انا كنت واضحه وصريحه معاه من الاول. امتى بتلاقي وقت بقى لروحك، تتمكيجي، تعدلي حجابك، تشتري هدوم جديده قدام المرايه؟ امتى بتلاقي وقت تاخدي بالك منها؟ انا حياتي كلها سريعه، ما بحبش اي حاجه البسها او اعملها تعطلني. بحب حياتي كلها تكون سريعه، مع وقتي السريع يعني لازم يكون سريع. بس بتلاقي وقت بلاقي باذن الله، تهتمي بنفسك. بلاقي باذن الله. انت جميله يا كريمه، جميله، حبيتك كريمه. حبيبتي ربنا يبارك. احنا كل حلقه معانا فنان يرسم بورتريه، خلاص اسمه عبد الله، وبنبروز الصوره وبنديها له. معاكي الصوره يا عبد الله؟ ميرسي يا عبد الله. هو طول ما احنا شغالين وهو رسمك، وبنبروزها كده عشان تعلقيها بقى عندك وتفتكرين. هنشوفي بقى انت كده فكري هتعلقيها فين؟ وانا انطلق. حبيبتي حبيتك قوي قوي. وانا والله حبيتك. ربنا يبارك لك. انت جميله، انت جميله، ويخلي لك كل اولادك. وانا بحبك عشان انت شبه امي. انا شبه امي جدا، بفرح قوي لما حد. انت جميله قوي، انت جميله قوي قوي قوي. انت كلها هي ما شاء الله. حبيبتي باي باي. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي.